ننتقل الآن إلى تطبيقات رياضية على حساب سعة المكثف. إيجاد السعة الكهربائية اللي هو المثال 5. إذا كان فرق الجهد الكهربائي بين كرة موصلة والأرض يساوي 40 فولت عند شحنها بشحنة مقدارها 2.4 في 10 سالب 6 كولوم، فما مقدار سعتها الكهربائية؟ طيب نقوم بتحليل المسألة، نحدد المعطيات المطلوب. إذا كان إيش فرق الجهد يساوي هذه دلتا في عند شحنها بشحنة، الشحنة كيو، فما مقدار اللي هو المطلوب سعتها، السعة سي كباسيتي. طيب نكتب القانون، قانون حساب السعة الكهربية سي يساوي كيو على دلتا في اللي هو يساوي كيو كم؟ أهم شيء الوحدات، كولوم ما في مشكلة، فولت ما في مشكلة. السعة الشحنة 2.4 في 10 أس سالب 6 على دلتا في، على دلتا في، دلتا في اللي هو فرق الجهد كم؟ 40، يساوي باستخدام الحاسبة باستخدام الحاسبة 6 في 10 أس سالب 8 ووحدة السعة قلنا إيش؟ فرد، نرمز للفرد بالرمز F. نرجع هنا نكتب الرمز، طيب ننتقل للمسائل التدريبية. مكثف كهربائي سعته 27 مايكرو فرد وفرق الجهد الكهربائي بين لوحيه يساوي 45 فولت، ما مقدار شحنة المكثف؟ نحدد المعطيات في المسألة، السعة مكثف كهربائي سعته، السعة سي، وفرق الجهد بين لوحيه فرق الجهد دلتا في، ما مقدار شحنة المكثف؟ الشحنة كيو. نكتب القانون اللي هو سي تساوي كيو على دلتا في، المطلوب كيو. طيب نتخلص من دلتا في، كيف نتخلص من دلتا في؟ نضرب الطرفين في دلتا في او نقل دلتا في من المقام للبسط في الطرف الثاني، فيصبح عندنا كيو اذن كيو 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 تساوي سي ضرب دلتا في. سي اللي السعة كم؟ السعة 27 مايكرو، المايكرو قلنا نضرب في 10 أس سالب 6 نحوله من مايكرو فرد إلى فرد، اللي هو 27 في 10 أس سالب 6 في دلتا في فرق الجهد كم؟ 45، يساوي باستخدام الحاسبة سبعة وعشرين اثنين سبعة اكس بي سالب ستة ضرب اربعة خمسة يساوي 1.2 في 10 سالب 3، 1.2 في 10 أس سالب 3، 1.2 في 10 أس سالب 3 ووحدة الشحنة كولوم. السؤال 28، مكثفان سعة الأول 3.3 مايكرو فرد
وسعة الآخر 6.8 مايكروفرد، إذا وصل كل منهما بفرق جهد 24 فولت، فأي المكثفين له شحنة أكبر؟ طيب نفرض سعة الأول C1 ونفرض سعة الثاني C2 وما ننسى نضرب في 10 أس سالب 6 لتحويل الميكروفرد إلى فرد في 10 أس سالب 6 فرق الجهد دلتا في، فأي المكثفين له شحنة أكبر؟ يعني نوجد Q1 وQ2 ونقارن بينهما، وما مقدارها؟ طيب بالنظر العادي الأكبر سعة هو الأكبر شحنة، لأن العلاقة بين الشحنة والسعة علاقة طردية، ولكن نطبقها رياضيا نوجد Q1 تساوي C1 في دلتا V اللي هي تساوي C1 كم؟ 6.8، طبعا بالمايكرو قلنا نضرب في 10 أس سالب 6 ونضربها في فرق الجهد كم؟ 24 اللي هي تساوي 6.8 اكس بي سالب 6 ضرب، طبعا فرق الجهد ثابت في الحالتين ليه 3.3 اكس بي سالب 6 ضرب 2.4 ساوي 7.9 في 10 أس سالب 5 كولوم. نوجد Q2 اللي هو يساوي C2 في دلتا V يساوي C2 كم؟ 6.8، طبعا نضرب في 10 أس سالب 6 لتحويل الميكروفرد إلى فرد في دلتا V كم؟ 24 يساوي 6.8 اكس بي سالب 6 ضرب 2.4 يساوي 1.6 في 10 اس سالب 4. لاحظ هنا سالب 4 وسالب 5 ايهم اكبر، سالب 4 ولا سالب 5؟ الاكبر سالب 4. اذن المكثف الثاني اكبر شحنة ومقدارها 1.6 في 10 اس سالب 4 كولوم. ننتقل للسؤال 29، إذا شحن كل مكثفين في المسألة السابقة بشحنة مقدارها كذا، فأي المكثفين له فرق جهد أكبر؟ الأقل هو اللي حيكون أكبر، لأن العلاقة بين فرق الجهد والشحنة والسعة علاقة عكسية. يعني الشحنة كيو ثابتة، هذه كيو. سعة الأول ما ننسى C1 يساوي 3.3 في 10 أس سالب 6 فرد، وC2 يساوي 6.8 لأنه ربطها بالمسألة السابقة، يعني نأخذ نفس معطيات المسألة السابقة في 10 أس سالب 6. طيب دلتا V1 يساوي كيو على C1 اللي هو يساوي كيو كم؟ 3.5 في 10 سالب 4 تقسيم C1 اللي هي 3.3 في 10 سالب 6 وهو يساوي شو حاسبه؟ بسط مقام 3.5 اكس بي سالب
أربعة تقسيم 3.3 إكس بي سالب 6 يساوي 106 106.06 فولت. نوجد دلتا في 2 اللي يساوي كيو على سي 2 اللي يساوي 3.5. الشحنة طبعا ثابتة في 10^4، لكن سعة المكثفة الثانية كم؟ 6.8 في 10^6 للتحويل من مايكرو فرد. دو يساوي استخدام الحاسبة رصد مقام 3.5 اكس بي سالب 4 تقسيم 6.8 اكس بي سالب 6 يساوي 51.47 فولت. طيب أي المكثفين له فرق جهد أكبر؟ المكثف الأول، المكثف الأول عكس، لأن العلاقة عكسية، أكبر فرق جهد ويساوي قلنا كم؟ 106.06 فولت. ننتقل للسؤال 30. شحن مكثف كهربائي سعته 2.2 مايكرو فرد حتى أصبح فرق الجهد الكهربائي بين لوحيه 6 فولت، ما مقدار الشحنة الإضافية التي يتطلبها رفع فرق الجهد بين طرفيه إلى 15 فولت؟ ما مقدار الشحنة الإضافية المطلوب؟ الشحنة هذه سعة المكثف، سعة المكثف سي حتى أصبح فرق الجهد الكهربائي من اللوحية كده. ما مقدار الشحنة الإضافية؟ نحن نتكلم عن الشحنة الإضافية، مش الشحنة التي وصلت فرق الجهد إلى 6 فولت، لا، الشحنة الإضافية اللي نسميها كيو يطلبها رفع فرق الجهد بين طرفيه إلى 15. نطرح 15 ناقص دلتا في، أو ممكن نوجد الثانية، نوجد الشحنة في الحالة الأولى ونوجد الشحنة، أو على طول نوجد فرق 6 ناقص 6 يساوي 9 فولت. يعني نحن بنبحث عن الشحنة فقط التي تعطينا 9 فولت زيادة على 6، مظبوط؟ طيب هنا ما ننسى نضرب في 10^6، نحول المايكرو فرد إلى فرد، والكيو عندنا تساوي سي في دلتا في. إذن الكيو تساوي سي 2.2 في 10^6 في دلتا في كم؟ 9، اللي يساوي 19 في 10^6 كولوم. هذه الشحنة الإضافية التي تجعل فرق الجهد يزداد إلى 15 فولت.